يواجه فريق الاهلي فريق القادسيه في الجوله الخامسه من دوري روشن السعودي لكي تشاهد معنا المباراه مع الهفت التطبيق وشرب بالقناة وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى المباراة ملعب برنس محمد بن فهد ستيديوم في تم الساعة التسعة ليلا بتوقيت السعودي وقطر الإمارات والساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس وسوف تنقل المباراة عبر قناة اس اس اكس دي الناقل الحصري للمباراة تجدون الرابط في صندوق الوصف بالنسبة لكم فرجة ممتعة لا تنسوا لايك والاشتراك في القناة وتفعيل ايضا خاصية الجرس على الكل لكي توصل دائما بوعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبرة ونضربكم موعد في موعد قادم